مشكلة أخت ليتي برغت مروان في حفلة الفنان السلاوي، ولنا تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية هذا الفيديو مع لما أخت اليوتيوبر غيث مروان اللي نشرت ستوريات لحظة وصولها إلى حفلة الفنانة السلاوي وملأت مطرح تصف سيارتها فيه. كالعادة متأخرة مليون وملأت صفيني، أنا صف سيارتي صفت بآخر الدنيا كالعادة ما أشطرني، وهلأ رايحة ماشي وإن شاء الله ما يخربوا شعراتي بالرطوبة بالشوب، ويضل ميكابي مثل ما هو جميل حلو، لأنه تعذبت فيه 3-4-5 ساعات. يعني تخيلوا أنه أنا غيس كان هو آخر الواصلين، دائما صرت أنا آخر الواصلين. نمر أيضا إلى لانا محمد اللي شاركت مجموعة من الستوريات مع اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع لحظة لقائهم في حفلة السلاوي، وأيضا نشرت ستوري مع برهوم مع الراوي. شوفوا مين لقينا، شوفوا مين لقينا. هلا والله، شو صرت في هاي؟ بالله عليكم شو رايكم بسيارتي يا جماعة؟ والله فنانة. والله كفو، يعني أول مرة بشوف سيارتي، أول مرة بشوف سيارة بتشوفها الرصيف. شو ده؟ أنت مش كنتي على الرصيف لما شفتي؟ حتى بس ما تقول يعني قدام الناس، مش لازم تحكي. أنا سارة شو رأيك بالسيارة؟ على قدك عن جد، على حجمك. أنا يعني هاي ما سبتها ولا ما تحكي؟ لا على قدك متحف. يعني والله حلو هيك سيارة. على المقاس هي. أيوة والله السيارة جاي جي كلاس. أحلى شيء إنك طالعة فيها أنت هالقد كمان والله. ما أعرف، أقسم بالله عم بتهزق يا جماعة. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could.